برحب بحضراتكم من جديد، وخلينا نشوف مع بعض الخبر اللي بعده. والخبر اللي بعده بتكلم عن مشوار عمره أكتر من 10 سنين، بتكلم عن التعافي الديمقراطي، وبتكلم عن العرس الديمقراطي اللي المصريين عملوه في الداخل وفي الخارج، بتكلم عن الشعب المصري اللي نزل بكل أطيافه، كبير وصغير وذو الهمم، وكل الناس نزلت والصندوق قال كلمته. والهيئة الوطنية أعلنت فوز فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، ولاية رئاسية جديدة، وشفنا كمان وجود كمان 3 أحزاب في السباق الانتخابي، كانت حاجة مبشرة نحو الديمقراطية وفكرة إن احنا نصدر ده كمان للعالم كله ونقول له هي دي مصر. وإحنا كلنا هنتكاتف مع بعض ورا فخامة الرئيس عشان نكمل الحلم اللي احنا حلمناه نحو الجمهورية الجديدة. وعشان نتكلم في تفاصيل أكتر معنا على الهاتف النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. صباح خير مع النائبة. صباح الخير يا مايكل، صباح الخير يا مونيكا، صباح الخير للمشاهدين الكرام. خليني صباح أسألك... الخير يا فندم، برحب بحضرتك على شاشة ميساد. أهلا بيك يا فندم. خليني أسألك معالي النائبة، وشايفة الفوز في الانتخابات، شايفة العرس الانتخابي، شايفة المصريين اللي قالوا كلمتهم إزاي؟ بص حضرتك، في البداية طبعا احنا بنهنئ أنفسنا بفوز فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لأنه يستحق، ونهنئ الشعب المصري لأن هو بطل هذه الانتخابات، لأن نزوله بالملايين علشان ينزل ينتخب ووقوفه على الصناديق ده حقق نسبة مشاركة 66.8% زي ما علامة الهيئة الوطنية للانتخابات. صحيح. وهي أعلى نسبة مشاركة حصلت في انتخابات رئاسية تمت في مصر ويمكن في العالم كمان. ودي بتدل على انعكاس ثقة الشعب رئيسه وكمان قلقهم على بلدهم. يعني الحقيقة المصريين كانوا قلقانين على البلد، وقلقانين انه رغم وجود حجم التحديات دي انهم محتاجين ضروري ان يكون هناك قائد رئيس قوي شجاع يكون عنده خبرة وحنكة عشان يقدر يدير البلاد في ظل التحديات. صحيح. الصعبة اللي احنا موجودين فيها، سواء تحديات متعلقة بالحدود الملتهبة حوالينا والحرب اللي في فلسطين، أو سواء بتحديات اقتصادية بيمر بيها مصر والعالم كله. فالحقيقة التفاف الشعب المصري كله بكل فئاته وبكل طوائفه حول الرئيس عبد الفتاح السيسي وتجديد الثقة فيه لأنه استشعر بهذا الخطر على الدولة المصرية. حقيقة لو احنا خليني أسأل حضرتك، طيب احنا حالنا ما كانش كده من 10 سنين، يعني من 10 سنين ولا كان ده وعينا السياسي، ولا كان ده حالنا الاقتصادي، ولا كان في كمية المشاريع والخطط التنموية اللي مصر بتعدي بيها. فاحنا اتنقلنا في طفرة ما بتحصلش في اي دولة من دول العالم في 10 سنين او 9 سنين، اتنقلنا نقلة نوعية، احنا عمرنا ما شفنا مصر بهذا الشكل. ايه اهمية ان انا استكمل المسيرة اللي بدأناها مع بعض ومع سيادة الرئيس في 2013 او 2014 الى هذه اللحظة؟ بصي حضرتك، هو ما تحقق من إنجازات خلال 10 سنوات دي هو اللي دفع الشعب المصري لاختيار الرئيس لاستكمال تلك الإنجازات، والوعي وإيمانه بسياسة هذا الرئيس وقدرته على إدارة البلاد والحفاظ على الأمن القومي خلال ال6 سنوات القادمة. أكيد. الحقيقة كانت حشود المصريين دي هي رسالة للعالم كله أن مصر دي قوية، شعبها قوي حر قادر على اختيار رئيسه. صحيح. من ضمن 4 مرشحين، وده اللي احنا بنقول عليه الحراك السياسي اللي تم، ان احنا عندنا 4 مرشحين، مرشح مستقل و3 رؤساء احزاب. كان في حراك سياسي لم تشهده مصر من قبل خلال هذه الانتخابات. صحيح. عشان كده يعني انا واثقة ان استمرار مصر تحت قيادة الرئيس السيسي ستصل بها إلى أعلى مكان عالمي. أنا يهمني أن لما اخترنا الرئيس كل اللي يهم الشعب المصري هو أن احنا عايزين نعيش حياة كريمة آمنة. صحيح. ويتحقق أحلام المصريين، وده اللي قاله فخامة الرئيس في الخطاب اللي ألقاه الشعب المصري بعد فوزه، أن احنا أهم حاجة هنستكمل المشروعات التنموية القومية اللي تمت، ومتهيألي من أهم هذه المشروعات ومشروع حياة كريمة. صحيح. ده من أهم المشروعات اللي تمت، الحفاظ على المواطن المصري وعلى كرامته
وعلى وجوده في حياة كريمة آمنة. دي الحقيقة هو من أكثر الحاجات اللي بنسعى فيها لاستكمال هذه الإنجازات. صحيح. معلينا إيبا، يعني إحنا دي قلنا دي بداية، دي بداية الحلم اللي المصريين كلهم حلموا بيه، وطبعا احنا الشعب كله ورا فخامة الرئيس عشان خاطر يبقى فيه جمهورية جديدة بجد، يبقى فيه تغير، فيه تنمية، فيه اسم مصر يكون يعني اسم لامع وبارز بشكل اكتر. معالي النائبة بشكر حضرتك جدا، النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.